نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيلماً عن هدايا الرئيس السيسي لأسر الشهداء الذين قدموا تضحيات في سبيل الوطن، وأعربت الأسر عن خالص شكرهم وتقديرهم لمجهودات الدولة، وتحدثت أسر الشهداء عن بطولات وتضحيات أبنائهم وكذلك تقدير الدولة لتلك التضحيات. إنك تقدر توصل الفرحة، تنور قلوبهم، ومش بس كده، ده النور اللي فيها ينور مصر كلها وأراضيها. هي دي الرسالة، وهو ده رد الجميل. البلد دي دفعت ثمن كبير قوي عشان تصل إلى ما نحن فيه، في طريق مملوء بدماء وتضحيات ناس كتير وأسر. دول دفعوا الثمن ده ليه؟ عشان البلد دي تعيش. احتفلنا بالشهيد، مش محتاج مناسبة ولا مواعيد. يمكن المناسبات هي اللي بتستمد بهجتها من ذكرى الشهيد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحرص كل عام على الاحتفال بالعيد وسط أبناء الشهداء والقوات المسلحة المصرية كانت على عهدها في تقديم كل سبل الرعاية لأسر الشهداء وأبنائهم. رسالة حب وممر محبة من الزملاء والأحباب بنقدمها ليهم، كل واحد متأكد إن أي هدية مجرد ذكرى مش أكتر لناس غاليين. أنا أول ما دخلت من المدرسة حسيت بفرحة كبيرة، وإن زمايلي شايفيني وبيسقفولي، فكان الموضوع ده كان مفرحني أوي. واليافطة كان مكتوب عليها أولاد البطل دي كانت برضو مفرحاني، حسيت إنها فخور ببابا الله يرحمه. أقول له كل سنة وحضرتك طيب يا ريس، ويعني ربنا يوفقك ويقويك على كل المجهود اللي أنت بتبذله عشاننا وعشان أبناء الشهداء وعشان البلد كلها، وميرسي جدا على الحاجات. ويعني أشكره أنا والولاد، لأن في أوقات كتيرة قوي بحس دايما بالدعم وبستند منهم. الحمد لله على اللي ربنا عطاهوني واللي ربنا خده مني، الحمد لله. يجعله شهيد في الجنة، هو عريس الجنة، يجعله عيده في الجنة. ابني بطل ويعاش لمصر بطل، ولو قديش عايز رجالة مني تاني ياخد العيال التانيين. أقول له يا ريس ربنا يخليك ويحرسك للبلد، وربنا يقدرنا على الإرهاب. أنا حابة أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهدية دي، هو دايماً فاكرنا ودايماً حاطط أسر الشهداء عنده أولوية، وده شيء طبعاً بيسعدنا جداً. وحابة أقول له كل سنة هو طيب، وكل سنة ومصر كلها طيبة، وأتمنى طبعاً أن مصر كلها تفضل عايشة في سلام وأمان تحت ظل الرئيس بأمر الله. هقول له ألف مبروك، أنت وصلت المرتبة أكبر بكثير من اللي احنا نتمناه. ألف مبروك يا ابني، أنا فرح لك. اصلا قبليها باسبوع انا حاسه ان هو في حاجه جاي لي هاتف ان محمود هيستشهد. هو قبليها بشهرين كان بيقول لي امي نفسي استشهد، بس هو الحمد لله يعني انا بحمد ربنا بشكر فضله، هو كان راجل ويستاهلها. كان جاله التجنيد، فلما محمود راح فلقيته بيقول لي قوات صاعقه، انا حسيت بفخر الصراحه، بامانه ربنا انا حسيت بفخر. اشكر رئيس الجمهوريه على اللي هو عمله لنا دوت واللي بيعمله لنا بامر الله، وربنا يوفقه يا رب في اللي هو فيه. طول عمرنا فخورين بيك، وانت كنت شرف، وانا اتشرفت ان انا كنت زوجتك، شلت اسمك واتشرفت بالسبع سنين اللي انا عشتهم معاك. رئيس عبد الفتاح السيسي وبيخطب في ليله القدر، من طريقة إلقائه وطريقة إخلاصه لوطنه، والله بكيت. اللي بيطلع من قلبه لإخلاصه عمله، ويتمنى لكل واحد مصري يعرف قيمة تراب البلد دي.
احب اشكر سياده الرئيس على ان هو فاكرنا ودايما مش ناسينا ومعانا في كل مناسبه. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني هو جبر بخاطرنا وبعت حضرت كلنا. طبعا الواحد يحس بفرحه كبيره جدا جدا كون القوات المسلحه تيجي لحد هنا وتشرفنا بنفسها وتخلي حضراتكم تقولنا لحد هنا، يخلي انطباع عند الناس كلها ان القوات المسلحه ما بتنساش حد. واحب اقول للزمايل محمد ربنا يحميكم. هو طبعا كلنا نتمنى الشهاده، ده شرف لاي بني ادم، لان محمد كان راجل وعاش راجل ومات راجل. كل سنه وانت طيب يا ريس، متشكرين ان انت افتكرتنا في العيد، وكل سنه تفتكرنا على طول باذن الله. النهارده يوم العيد، كلنا جايين عشانكم، نفسنا نفرح قلوبكم. مصر ما بتنساش وجودكم، مصر ما بتنساش شهيد.